تحقيقات، أهم وأبرز المواضيع تستحق المتابعة. أهم وأبرز المواضيع للمتابعة كل نهار ثلاثة على الحياة أفا. مستمعي الحياة فهم، مرحبا بكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا في حلقة جديدة من برنامج تحقيقات اللي يجيكم كل نهار ثلاثة مع ماضي ثلاثة، تسمعونا على 90.3. حلقة اليوم خصصناها الموضوع مياه الشرب في ظل ارتفاع درجة الحرارة وارتباط معضلة مياه الشرب والعطش بالأمن القومي المائي في ظل التغيرات المناخية اللي تشهدها الكرة الأرضية وتعيشها بلادنا زادة. القيروان اللي فيها ألاف المواطنين بلاش أي مورد لمياه الشرب سجلت رقم قياسي في درجات الحرارة، واللي سجلت بالتالي طلب مضاعف على استهلاك مياه الشرب وأيضا مياه الري. وفي ظل الجفاف وتراجع مياه الأمطار تطرح إشكالية الفقر المائي اللي تعيشها تونس من سنوات. مع ضيوفنا في حلقة اليوم نجمع مختلف الأراء حول إشكالية العطش واضطراب بالتزود بمياه الشرب مع مواطنين ومسؤولين، وأيضا نحب نفهم مدى جاهزية الجهات الرسمية في التخطيط لإشكالية التغيرات المناخية سواء وزارة الفلاحة أو البلديات على نطاق الحوكمة المحلية. طبعا كالعادة نحاول نستخلص الحلول الاستشرافية. يرافقني في حلقة اليوم كالعادة أمنة بوخيت في الإخراج التقني، نوفل الشرطاني ومحمد ضياء فجرية في الديجيتال. أنا عبد الحميد الشعيب، ناشط بالمجتمع المدني ساحب صفحة فيسبا حقيقة. أنا من متسكني منطقة دار جمعية السبيخة القيروية. عن إشكالية تو اللي نعينوا فيها من 10 سنين اللي هي تتمثل مشكلة الماء الصالح للشراب. احنا عنا مع السونيد، معناها احنا مع شركة استغلال وتوزيع المياه، عنا مشكلة في الماء. المرة الأولى وقتي أول مركب معناها عادي، أما بحكم من بعد وقت اللي كثرت حكاية لي كونتير وبتبيع قد ما بيزيد لي كونتير باش ينقص الماء. يا خويا مشكلتنا اللي هنا كيف الماء تو راهي ثم ناس وليت اللي تبقى ليل كامل تصر، وثم ناس حتى ولو جاي كترفة ثم ناس وليت تحل السبالة وتعمل قصعة ولا تعمل حاجة باش تفيق اللي الماء راهو محلو. ثم ناس تفيق الساعة وساعتين وما ثلاثة متاع الصباح باش تعبي الماء. يا خويا بربي ماذا بينا طلب عاجل لشركة الماء ولا رئيس الحكومة والوالي بربي حاولوا تحلوا لنا الاشكال نتاع الماء. سيسب راهو فيها ما يقارب على 33 ألف ساكن، مشكلة سيسب المشكلة الكبيرة هي الماء. ماذا بينا اخويا يعملوا لنا حل؟ راهو 33 ألف ساكن عندك كيما دار جمعية، كيما البزدية، كيما الطرابلسية، كيما دار بن عايشة، كيما الزعطية، العويسة، العمارسية، أولاد خضر. اخويا هذه ثم بلايص هذه تو في بالي أنا باش نسمي لك اخويا مناطق أخرى اللي على جمعيات هذوكم حدث ولا حرج. أما هذوما التابعين السونيد اخويا مثال البسان كان مثال ينجموا يستغلوها 1000 ولا 1500 كونتير. راهو ثم معناها فات الحساب. اخويا راهو معناها بتبيع البسان عنده شارج بتبيع ولي كونتير وليت الدوبل والتريب تذرت بتبيع. اسمعني شركه سيب لي كونتير ومشي قاعده تعمل في حلول اخو فهمتني. وقبل وعملنا وسكرنا الكياس وجاء في الوعد ولو ان نسميه ولي فاشل منير الحامني وما عملش حتى حلول. اسمعني تسمع انا باش نعملوا لبل زيد ثم جمعيه ذي بقعه اسمها جواوده فهمتي زيدوا عدوا له كوندويت معناها اسمعني مشروع بالمليارات وما اسمع لا شرب. والله تو كيما كان نهار مشيت وحليت لايف بقعة اسمها جواوده ازيد من 3 شهور حل السباله ما خرجتش حتى قتل. انا ما نحكيش على روحي يمكن انا نشربه في ساعه وفي ساعتين، اما ثم مناطق راهو اللي عندها تو ازيد مشهر ما ثماش قطره ماء. يا خويا ماذا بينا يعملوا لنا حل. اما يا خويا رانا طالبين الماء راهو كيما سيس بالهنا فيها سونات، لكن يا خويا سونات راهي تسيب في ساعه. راهو ثم عامل برك اللي متكلف لهنا اللي هو فرج الرافعي يرحم والديه كل مره يسكر على البلاصه ويسيب الماء لبلاصه. معناها لكن ما يجيش هو راهو بعيني، ما تلقاه نصف الليل وماضي ساعتين نتاع الليل يسكر على في فانا منه باش تشرب بقعه اخرى، راهي كل بقعه تاخذ في ساعه ماء. بربي خويا كل ساعه ماء وين باش تهز؟ سواء باش لاخر الليل شنو باش يعمل؟ باش يفز طيب وقتها مع تاع ثلاثه وجب باش يغسل منهم دابش وشنو باش يعمل؟
الناس يقول لي كان يا خويا لا اسمع ما ثماش حتى مطلب طالبين الماء، هذه مشكلة تو الجمهورية بريسك الجمهورية كامل، لكن احنا راهو سيس يا خويا راهو عندنا راهو بحر نتاع ماء يعني كان، مانيش باش نحكي بجهويات ومانيش باش نقول المانا ماشي لبلاصة أخرى، أما خويا زيادة راهو من حقنا احنا باش نشرب، سيس بكل تعيني في العطش، جمعيات وسونات. مرحبا بكم، مكرم طراش كاتب عن بلدي سيس بالذريعات. اليوم مش نحكيه على مشكلة الماء، المشكل القديم المتجدد اللي يطفو على السطح في فصل الصيف، خاصة مع الحرارة ارتفاع درجات الحرارة، الحقيقة برشا تجمعات سكنية ما فيهاش ماء، يعني تحل السبالة ما فماش ماء جملة، يرجع في الليل مؤخر، والله معناها النساء متاعنا الحقيقة يباتوا يقسموا في الليل، معناها تفز ماضي ساعة وما ساعتين باش تعبي الماء، الساعة ولا نص ساعة في نوم. أنا كمواطن هاني كاتب عن بلدية ومواطن ما عنديش ما في دار. الإشكاليات كما قلت لكم عديدة، أهمها أن مربوطين بالكوندويت نتاع جريميت اللي هي تابعة معتمدية تنفيذة بجنبنا، هي معتمدية حدودية منطقة جريميت، هذوما هما أصلا يشكيوا من نقص الماء، دونك يسكروا علينا باش يتزازوهم. بالنسبة للبلدية التجمعات اللي مخصوص عليها الماء، عملنا مجهودات، يعني مجهودات متواضعة بحكم بلدية محدثة، عندنا صهريج ساعة 5000 لتر قاعدين نزودوا دوريا في عديد التجمعات كما البلدية الشمالية اللي هي من عماد العويثة، كما منطقة العوينية من عماد الزريعات، مرة في الأسبوع بك الصهريج ذاك وكهو. جمعيات مائية، فما جمعيات مائية متعطلة المشاريع متاحة بسبب عدم كهربة الآبار، مؤخرا تم كهربة بئر الزريعات دونك رجع الماء. نزلت منطقة هند الزيتونة، منطقة الجواودة زادة ما مقصوص عليها الماء بحكم جاية في مرتفع، يعني ما يوصلهاش الماء، قاعدين ننسقوا بصفة دورية مع ممثل الصناد لهنا سي فرج الرافعي باش نعلموا على الأعطاب الطارئة والانقطاعات يعني بالمجهود الموجود. الحقيقة الصناد ما عندهاش معناها حاجة تنجم تعملها وما عملتهاش، معناها أمام شح المياه يلزمنا نتأقلموا مع الوضعية. ألو، تذكير هو شوف المشكل ظرفي ومعروف كل سنة كل عام، معناها في وسط الصيف كما وقته توقود، نتصور سبتمبر ترجع كمية الماء تزازي الناس كل، نتصور هكذا. الجديد على أساس المياه الجزري في ولاية القيروان، خبر نسبة التزود بالولاية تقريبا حدود 91%، يعني يعتبر أكثر، لكن هذا تخفي في داخلها تقريبا تفاوت بين المعتمديات. إذا جل المعتمدية تقريبا نسبة التزود تفوت معناتها 95%، ما عدا معتمدية بوحجة اللي هي تعتبر المعتمدية أقل فيها نسبة التزود اللي هي تقريبا حدود 57%، وهذا راجع أساسا إلى معناتها نوعية المياه بالمعتمدية، خاصة معناتها المياه معناتها تفوت 2.5 جرام، 2 من 2 معناتها إلى 3-4 جرامات، وكعلاش معناتها المعتمدية تعاني معناتها نقص معناتها فادح في الموارد المائيه، وبالتالي معناتها نقص في التزود. مع هذا الدوله معناتها ساعيه، وان شاء الله معناتها في القريب العاجل ان شاء الله معناتها تمشي معناتها يوقع حل معناتها جذري للمعتمديه هذه، اللي هي تم انجاز معناتها الجزء الاول المحور الاول اللي هو محور جنوب الولايه اللي معناتها تمشي معناتها تزويد عمادات الفتح اللي تدير لدى عاشور، المشروع هذايا تقريبا انتهى بنسبة 95%، ما عدا بعض النواقص معناتها الأشغال معناتها المتبقية معناتها الكتير ولاد عاشور، إن شاء الله معناتها تتم الإعلان طلب العروض باش يبقى إنجاز معناتها البقية المتبقية هذا، ومعناتها فيما عدا الوعد تقريبا الجزء الأكبر من الأشغال يعني تم إنجازها، وتوقع حتى تم معناتها تركيز العدادات في حدود تقريبا 200 عداد تقريبا تركيزهم. وإن شاء الله في القريب العاجل نشوف الانطلاق في تزويد على الأقل جزء من المواطنين من منطقة الفتح. بالنسبة للجزء الثاني اللي هو منطقة الدخيلة وجهينة، هذا معناتها تقدد مناطق معطشة، إن شاء الله معناتها السنة انطلقت في إنجاز محور جنوبي اللي هو باش ينطلق قريب من جهة الهوارب، من جهة الهوارب معناتها إلى ماشي يقرب تقريبا ثلاثة معتمديات اللي هي معتمدية منزل ميري، منسرلة، بوحجلة ومعناتها شراردة، تقريبا على طول 87 كيلومتر، معناتها هذا محور بكلفة تقريبا 33 مليون دينار، إن شاء الله معناتها بإنجاز المحور هذايا يوقع معناتها حل جذري للمنطقة هذيا، ويوقع توفير معناتها الماء
وان شاء الله معناتها احنا كمندوبيه عندنا مشاريع مش نطرحوا في عاد تهيئه اللي هي خاصه المناطق الجهينه الصعدليه الولاد عاشور سمحني التخيله مشرطات وزوج هذا ان شاء الله معناتها مش نقطه تدخل عليهم بعد انجاز المحور هذا بالنسبه لتقييم وضعيه عامه معناتها في الولايه معناتها بالنسبه للتزوج لكن تبقى معناتها ديما احنا عندنا صحيح معناتها احتجاجات نلاحظ فيها وخاصه معناتها ساعات يعني انقطاعات نتاع ماء هذا راجع اساسا الى معناتها مشكله في الحوكمه في التصرف في بعض المجامع اللي هي معناتها تبقى معناتها سوء تصرف وهذا يخلق معناتها سوء توزيع معناتها داخل المنظومه خاصه على في المناطق خاصه يكتب فيهم معناتها اختلاف على مستوى معناتها الارتفاع تلقى المناطق الجايه في مناطق مرتفعه تعاني معناتها صعوبات بالنسبه للمناطق الجايه معناتها في منحدرات واحد لان معناتها قاعدين معناتها نلاحظوا في ان العباد تقف في كميه نتاع ماء اكثر من حاجياتها وقاعده حتى تستغلوا في معناتها في سقي الاشجار وهذا علاش معناتها ساعات نلاحظوا بعض الحاجات مع كذلك فما زاد عزوف وهذا نقولوه معناتها عزوف زاد المواطنين على معناتها دفع المساهمه نتاعهم المساهمه معناتها واحد وهذا باش تخلي معناتها يعني المنظومه تشتغل بصفه معناتها منتظمه وبصفه دائمه احنا عندنا ان شاء الله معناتها مع بالتنسيق مع الوزاره معناتها تم بعث معناتها دائره معناتها خاصه بالمجامع هذه يتراسها سي محمد الالهي واللي هو معناتها قائم مجهود كبير ياسر وقاعدين قاعدين بريس معناتها في زيارات يعني اسبوعيه للمجامع خاصه تعاني صعوبات قاعدين مع التنسيق مع السلطات المحليه نلقاو في حلول لمعناتها تنقيص من وقت الاختلاف هذايا واحنا معناتها زاد كذلك معناتها عندنا سيرفيس نتاع الصيانه اللي قايم معناتها مجهود كبير ياسر في التدخل لاصلاح القيم بعض الساحات ولا تغيير بعض المنظومات اضافه الى ساعات احنا نضطر لتغيير معناتها بعض المضخات نظرا للنقص الحاد اللي قاعد معناتها المنسوب المائي اللي قاعد يتراجع معناتها بصفه دائمه لان هذا زاد يراجع معناتها التغيرات المناخيه ومعناتها الحراره المرتفعه وكذلك معناتها الابار العشوائيه اللي قاعد معناتها بصراحه يعني في تزايد مستمر وقاعد تاثر تاثير معناتها مباشر على معناتها على الميد المائي. سيد سامي المحفوظي مدير اقليم الشركه الوطنيه لاستغلال وتوزيع المياه بالقيروان حبوا نستفسروا منه بعض الجوانب اللي تهم تزويد المواطنين بالمياه الشرب. عندكم مشاريع جديدة في ربط مناطق مختلفة بمياه الشرب تحت إشراف السوناد. عن برشا مشاريع فهمت لا عن برشا مشاريع المشروع الكبير هو يعني تو حاليا اللي يعني انطلق الإنجاز نتاعو هو تقريب هو تأمين تزويد جنوب الولاية القيروان اللي هي تقريبا 4 معتمديات يعني بوحجلة نصر الله منزل المهيري والشراردة يعني جلب الماء معناتها من حفوز تقريبا على طول أكثر من 80 كيلومتر بتكلفة تقريبا 35 مليون دينار يعني 35 مليار انطلق معناتها يعني يعني المشروع وبالطبيعة هو يعني حتى في المناطق المشي يمر بها يعني هي باش تستنفع من المشروع هذا احنا فهمت له هذه مناسبه باش نتوجه يعني يعني لكافه مكونات فهمت له المجتمع فهمت له المجتمع والمواطنين باش يسهلونا يعني باش ما تقعش تعطيلات في المشروع هذا الخاطر المشروع هذا راهو هزين للمواطن فهمت له يعني هو مش يستفيد منه في جميع المناطق المشي مر بها راهو معناتها كي نوجدوا التعطيلات راهو هذيك تضر منه معناتها المشروع الشركه المواطن الدوله الناس الكل يعني مضروبين فيها. ثم هو المشاريع عندنا تو حاليا المشروع نتاع الحوامد المرازيق تو فيه تقريبا 50 كيلومتر مش ينتفعوا منه فهمت لا تقريبا 400 عائلة عن يعني مشاريع معناتها أخرى تخدم يعني يتم إنجازها عن طريق يعني المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية فهمت لا مش تنجزها وما تسلمها للسونات اللي هي تقريبا مش ترفع نسبة يعني التزود معناتها نسبة التغطية عن طريق السونات معناتها بصفة كبيرة اللي هي اللي هم نجموا يسموهم ولد خليف ولد خلف الله جليز العزيازة الفجيج السوالم
فهمتي يعني تجمعات هذه كل مش تولي يعني الأشغال هي في طور الإنجاز ومش يعني تسلمها السوناد معناتها يولي معناتها يعني السوناد هي اللي مش تقوم بتشغيل المشاريع هذه. عندنا مشروع آخر اللي هو زاد دار الجمعية اللي لتأمين تزويد دار الجمعية. المشروع تقريبا انتهى من عنده تقريب سنة الحمد لله، بقى يعني ما عدا تقريبا معناتها جزء قليل بسيط من القنوات تمثل في 700 متر قنوات ومحطة الضخ اللي هي ما تعطلت بسبب اعتراضات من يعني من مواطنين اللي هو ما خليش المشروع معناتها يتم معناتها تشغيل. شفنا اخر مره عندنا بالله نزيد حاجه اخرى يعني فمن زاد مشاريع اخرى اللي هو تقريبا عندنا 62 كيلومتر من القنوات اللي هي مشاريع التنميه الجهويه المندمجه عندنا مشاريع زاد التنميه الجهويه العاديه معناتها عن طريق المجلس الجهوي تقريبا عندنا 7 كيلومتر قنوات يعني هذه في طور يعني الانجاز. عندنا مشروع زاد المزهديه في يعني تبع الشرادة اللي هو زاد فهمتي له مشروع كبير تقريبا فيه 120 كيلومتر من القنوات فهمتي كذا يعني المشاريع معناتها يعني موجوده. عندنا زاد مشاريع مشروع تو زاد في طور الانجاز اللي هو يعني كان حلم من تقريبا من 2012 وحتى قبلها الناس طلبت به اللي هو تزويد يعني منطقة الكوديا الكردية تقريبا معناتها ريف يعني جزء كبير من ريف معناتها المجاور مدينة حفوز الكردية يعني الكوديا الشوافعية الجبيلات يعني هذوما تقريبا هما ثلاثة مشاريع عبارة في مشروع واحد. أهم وأبرز المواضيع للمتابعة كل نهار ثلاثة على الحياة أفهم. كيف ما سمعنا مع بعضنا مشاكل تزود بمياه الشرب أسبابها عديدة، بعضها متصل بالسوناد وبعضها متصل بالمجامع المائية التابعة لوزارة الفلاحة. الحاجة الإيجابية أنه ثمها مشاريع ربط مناطق ريفية جديدة بمياه الشرب وأيضا مشاريع تقوية التدفق صحيحة، مازالت مشاريع متأخرة ومتعطلة لكن على الأقل في الأفق حاجة إيجابية. بعد الفاصل بشوفوا حديث عن إشكالية ديون الجمعيات المائية وحوكمتها مع جملة من المدخلين. فاصل ونرجع. تحقيقات أهم وأبرز المواضيع تستحق المتابعة. أهم وأبرز المواضيع للمتابعة كل نهار ثلاثة على الحياة أفهم.